السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله سوف نرى درس وحدات قياس المساحة. إذن ما هي الوحدة الأساسية لقياس المساحة؟ الوحدة الأساسية لقياس المساحة هي المتر المربع، ونرمز لها هكذا بالمتر مربع M عليها رقم 2. إذن لماذا نكتب 2 هكذا؟ نعلم أننا نستعمل الوحدة الأساسية لقياس الطول المتر، ونرمز لها بM لقياس الطول، حيث لدينا بعد واحد هو الطول والذي نقوم بقياسه. لكن الآن إذا أردنا حساب مساحة مربع طول ضلعه 5 سنتيمتر، نضرب الضلع في الضلع. إذن حساب مساحة مربع طول ضلعه 5 سنتيمتر، نضرب الضلع في الضلع، أي أن مساحة المربع تساوي الضلع في الضلع تساوي 5 في 5. إذن هنا 5 في 5 في الرياضيات، 5 في 5 تساوي 25. ولدينا أيضا سنتيمتر في السنتيمتر. إذن في الرياضيات سنتيمتر في السنتيمتر، نكتب السنتيمتر ثم نكتب 2. لماذا؟ لأن كتبنا سنتيمتر مرتين، إذا سنتيمتر في سنتيمتر هي سنتيمتر جداء سنتيمتر مرتين، إذا نكتب 2. مثال، نأخذ مثال آخر للفهم. مثال 8 في 8 في 8، إذا لاحظوا 8 في 8 في 8 نكتب 8، ثم نحسب عدد المرات التي كتبنا فيها 8، إذا 1 2 3، ثم نكتبها عددا صغيرا يسمى الأس. إذا نكتب 3، إذا 8 أس 3. نأخذ مثالا آخر، 3 في 3 في 3 في 3، لاحظوا 3 في 3 في 3 في 3، إذا هذا العدد 3 نسميه الأساس، إذا نعيد كتابته في النتيجة، ثم نحسب عدد المرات التي جاء فيها 3، 1 2 3 4، ثم نكتبها هكذا نسميه الأس، إذن 3 أس 4. نأخذ مثال آخر، 7 في 7، إذن الأساس هو 7، ثم العدد 7 جاء مرتان، ثم كتبنا هنا 2، بالتالي لهذا كتبنا سنتيمتر أس 2 هنا، لأن 5 في 5 تساوي 25، وسنتيمتر في سنتيمتر هي سنتيمتر أتى مرتين، إذن سنتيمتر في سنتيمتر أتى مرتين، كتبنا مرتين، بالتالي لهذا فإن الوحدة الأساسية لقياس المساحة تتعلق هنا ببعدان، تتعلق ببعدان الضلع، الضلع إذا بعدان مرتان، بالتالي نكتب هذا الرمز 2 هنا، لهذا نكتب الرمز 2 لأننا نتكلم عن بعدان وليس بعد واحد، لهذا نكتب الرمز 2. إذا الآن سوف نرى الجدول الذي يمكننا من القيام ب التحويلات على قياس المساحات. إذن في الجدول لدينا المتر مربع هو الوحدة الأساسية لقياس المساحات، ثم لدينا أجزاء المتر مربع، أجزاء المتر مربع وهي الديسيمتر مربع، سنتيمتر مربع، والمليمتر مربع، ثم لدينا مضاعفات المتر مربع. مضاعفات المتر مربع هي الديكامتر مربع، الهكتومتر مربع، والكيلومتر مربع. إذن إذا لاحظنا قلنا هنا لدينا العدد 2، وقلنا بأن المساحة تتعلق ببعدان، إذن كل وحدة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، لدينا وحدات وعشرات في نفس الخانة، كيلومتر مربع مقسوم إلى 2، إذن وحدات عشرات، هكتومتر مربع وحدات عشرات، ديكامتر مربع وحدات عشرات، متر مربع وحدات عشرات، ديسيمتر مربع أيضا وحدات عشرات، سنتيمتر مربع أيضا وحدات عشرات، والمليمتر مربع وحدات عشرات. الآن سوف نمر إلى تعريف الوحدات الزراعية. إذن لدينا وحدات أخرى تسمى وحدات زراعية، نستعملها أيضا لقياس المساحات. إذن قياس المساحة، مساحة الأراضي الزراعية، نستعمل الوحدات الزراعية التالية، نستعمل الهكتار ونرمز له ب
اش ا، بحيث واحد هكتار يساوي واحد هكتومتر مربع. واحد هكتار يساوي واحد هكتومتر مربع. لاحظوا إذا لاحظتم فإن الهكتار هو الهكتومتر مربع، لأن نضعه فوق الهكتومتر مربع. واحد هكتار يساوي واحد هكتومتر مربع. ثم لدينا الـ R. الـ R نرمز له بـ A، بحيث واحد A يساوي واحد ديكامتر مربع. واحد A يساوي واحد ديكامتر مربع. الـ R يضع فوق الديكامتر مربع. ثم السنتيار نرمز له بـ CA، بحيث واحد سنتيار يساوي واحد متر مربع. متر مربع، نضع السنتيار هنا فوق المتر مربع. الآن نمر إلى كيفية كتابة قياسات مساحات معينة في الجدول. إذن هنا يجب الانتباه، لماذا؟ لأننا دائما نبدا من الوحدات. نأخذ المثال الأول، لدينا 254 متر مربع. نلاحظ أن العدد لا يتوفر أو لا يحتوي على الفاصل، إنه عدد صحيح طبيعي. وبالتالي لكتابة هذا العدد، هذا القياس عفوا، في الجدول نبدأ بكتابة الوحدات. نكتب الوحدات في المتر مربع، نكتب الوحدات في المتر مربع. الوحدات هو 4، نكتبها في المتر مربع. المتر مربع هنا، لكن نبدأ من الوحدات، لا نبدأ من العشرة، نبدأ من الوحدات. نكتب 4 في الوحدات، ثم 5، ثم 2، هكذا نكتب 254 متر مربع. مثال آخر، 1416 ملم مربع. إذن قلنا أن العدد لا توجد به فاصلة، وبالتالي نكتب الوحدات في الملمتر مربع. الوحدات في الملمتر مربع، لأنه لا يتوفر على فاصلة. إذن نكتب 6 في الملمتر. نكتب 6 في الملمتر، 1 4 1. إذن كتبنا العدد 1416 ملم. الآن نأخذ العدد التالي، 124.5 هكتومتر مربع. إذن هنا قلنا أننا دائما نكتب الوحدات في الوحدة المطلوبة، لكن لتفادي الأخطاء أفضل أن نبدأ دائما بالفاصلة. إذا كان العدد عددا عشريا، فإننا نبدأ بالفاصلة. إذا الفاصلة هي التي نكتبها أولا في الهكتومتر المربع. لكن لاحظوا أن الهكتومتر المربع هناك 3 خطوط في الهكتومتر المربع. إذا الهكتومتر المربع فاصلة دائما نضعها على اليمين، هنا لا نضع الفاصلة هنا ولا نضعها هنا، نضعها على يمين الهكتومتر. إذا اليمين هو هذا. إذا أول شيء، إذا كان عددا عشريا، أول شيء أضع أول فاصلة لكي لا أرتكب الأخطاء. أضع الفاصلة ثم نضع العدد. لدينا 5 على اليمين، ثم 4 على اليسار، ثم 2، ثم 1. كتبنا 124.5 هكتومتر مربع. نأخذ مثال آخر، 0.1248 ديسيمتر مربع. قلنا هنا لدينا عدد عشري، إذن نبدأ بكتابة الفاصلة، بوضع الفاصلة أولا في يمين ديسيمتر مربع. ديسيمتر مربع هنا، نضع الفاصلة على يمينها. نضع الفاصلة أولا، ثم نكتب العدد الذي يوجد على يمين الفاصلة. لدينا 1 2 4 8، ثم 0 على اليسار. إذن كتبنا العدد 0.1248. الآن سوف نرى كيف نستخدم الجدول للتحويل. لاحظوا لدينا 254 متر مربع نريد تحويلها إلى الملمتر مربع. إذن أول شيء نقوم به هو كتابة هذا العدد في الجدول. ونلاحظ أن العدد عدد صحيح طبيعي، لا توجد به فاصلة. وبالتالي أول شيء نكتب الوحدات في المتر مربع. الوحدات في المتر مربع، المتر مربع نكتبه في الوحدات. 4 في الوحدات، ثم 5، ثم 2. الآن المطلوب هو التحويل إلى الملمتر مربع. نلاحظ الملمتر مربع هنا، لكي نصل إلى الملمتر مربع يكفي إضافة الأصفار. نضيف الأصفار حتى نصل إلى
المليمتر مربع، لكن حتى الوحدات ليس العشرات، اكتبوا حتى الوحدات. إذن لاحظ هنا يساوي 254 مليون مليمتر مربع. نأخذ مثال آخر، 1416 مليمتر مربع نريد تحويلها إلى المتر مربع. إذن أول شيء قلنا بأن العدد صحيح طبيعي، إذن نكتب الوحدات في المتر المربع. إذن نكتب الوحدات في المتر المربع 6 1 4 ثم 1. إذن نريد تحويلها إلى المتر المربع. إذن للتحويل إلى المتر المربع يجب إضافة الأصفار حتى الوحدات، ثم نضع الفاصلة هنا لتحديد أننا نتكلم عن المتر المربع. لاحظوا عند إضافة الأصفار على اليمين لم نضع الفاصلة، لكن عند إضافة الأصفار على اليسار نضع الفاصلة في آخر خانة، إذن يساوي 0.00416 متر مربع. مثال آخر، لدينا 124.5 هكتومتر مربع نريد تحويلها إلى الكيلومتر مربع. لاحظ هنا أننا لدينا فاصلة، بالتالي نكتب الفاصلة أولا، نضع الفاصلة في الهكتومتر مربع أولا، نضع الفاصلة هكذا، ثم نكتب العدد، لدينا 5 على اليمين ثم 4 على اليسار، 2 و 1. الآن نريد تحويلها إلى الكيلومتر مربع. لاحظوا أن في الكيلومتر مربع لدينا عدد مكتوب، إذا لن نضيف الأصفار، لكن سوف نقوم بتحويل الفاصلة إلى الكيلومتر المربع هنا. إذا نقوم بتحويل الفاصلة إلى الكيلومتر المربع فسيصبح العدد 1.245 كيلومتر مربع. نأخذ مثال آخر، 0.1248 سنتيمتر مربع نريد تحويلها إلى سنتيمتر مربع. أولا نلاحظ أن العدد يحتوي على فاصلة، إنه عدد عشري، بالتالي نبدأ بوضع الفاصلة أولا في الديسيمتر المربع على اليمين. إذا نضع الفاصلة في الديسيمتر المربع ثم نكتب الأعداد 2 4 8 ثم 0 على اليسار. الآن نريد تحويلها إلى السنتيمتر المربع. إذا لاحظ السنتيمتر المربع، نلاحظ أن هناك عدد في السنتيمتر المربع، بالتالي نقوم بتحويل الفاصلة إلى الوحدات، إلى يمين السنتيمتر المربع إلى الوحدات. لا نضع الفاصلة هنا، لكن دائما الوحدات على اليمين الوحدات، إذا نقوم بتحويل الفاصلة إلى يمين يمين ثم نكتب 12.84. إذا نأخذ مثال آخر، لدينا 254 متر مربع و 1416 مليمتر مربع نريد تحويلها إلى ديسيمتر مربع. إذا هنا بالرغم من أننا لا نضع علامة الجمع هنا، فإن 254 متر مربع و 1416 مليمتر مربع يعني 254 متر مربع زائد 1416 مليمتر مربع. لكيف نتعامل مع هذا النوع من التباين؟ إذا نضع العدد الأول 254 متر مربع، إذا بما أنه عدد صحيح لا توجد به فاصلة، نضع 4 في متر مربع، نضع 4 في متر مربع، ثم 5 على اليسار، ثم 2، ثم نضع العدد الآخر تحت العدد، إذا 1416 ملم مربع، نلاحظ أنه لا توجد فاصلة، إنه عدد صحيح طبيعي، إذا نضع العدد 6 في الملم مربع، 6، 1، 4، ثم 1. إذا الآن نقوم بعملية الجمع. إذا 0 زائد 6 6، 1 زائد 0 زائد 1 1، 0 زائد 4 4، 0 زائد 1 1، هنا لا شيء، إذا نكتب 0 0، 4 زائد لا شيء 4، 5 زائد لا شيء 5، 2 زائد لا شيء 2. لاحظ هنا نريد التحويل إلى الديسيمتر مربع، إذا الديسيمتر مربع هنا نضع الفاصلة على يمين الديسيمتر على يمين وحدات الديسيمتر مربع. وبالتالي يصبح العدد هو 25400.1416. نأخذ مثال آخر، إذا لدينا
789 هكتار و 5.983 ديكامتر مربع. إذا مكتوب العدد الأول، لاحظوا أنه عدد صحيح طبيعي، إذا مكتوب 9 في الهكتار، 9 في الهكتار، ثم إذا 9 في الهكتار، هكتار. ثم نكتب العدد الآخر تحت، إذا لكن توجد فاصلة، إذا نبدأ بالفاصلة أولا نكتبها في الديكامتر مربع. فاصلة ثم نكتب الأعداد، لدينا 9 على اليمين ثم 8 3 ثم 5 على اليسار. الآن نقوم بالتشطيب على الفاصلة لأننا نحتاج إلى الفاصلة، الفاصلة التي كانت في العدد هنا، نشطب على الفاصلة ثم نقوم بعملية الجمع. إذا 0+3+3، 0+8+8، 0+9+9، 0+5+5، ثم 0+0، 9+0+9، 8+0+8، ثم 7+0+7. ثم بما أننا نريد التحويل إلى السنتيار، هذه هي السنتيار، إذا نضع الفاصلة على يمين السنتيار، فيصبح العدد 7,898,598.3.